أهلا بكم أعزائي المشاهدين. تعود قضية الروهينجا من جديد إلى الساحة بعد إعلان الولايات المتحدة الأمريكية أنها تعتبر جرائم بورما بحق الروهينجا جرائم إبادة جماعية. الروهينجا أقلية مسلمة تعيش بشكل رئيسي في ولاية أراكان في ميانمار بورما، وتخيل مع أن حوالي 800 ألف روهينجي يعيشون في ميانمار، ومع أن أسلافهم عاشوا في البلاد منذ قرون، فإن الحكومة البورمية لا تعترف بالروهينجا كمواطنين. هم إخوان لي ولك، واجهوا ويواجهون اضطهادا قاسيا في ميانمار وظروف صعبة في مخيمات اللاجئين في بنغلاديش وتايلاند وغيرها من البلاد. وبالرجوع للتاريخ قليلا سنعرف أن المسلمين الأوائل استقروا في أراكان بحلول عام 1400 ميلادي، يعني قبل أكثر من 600 سنة من اليوم. الكثير من الروهينجا في ذلك الوقت بدأوا الخدمة في بلاط الملك البوذي الذي كان يحكم أراكان في عام 1430، والذي رحب بالمستشارين المسلمين والشعب الروهينجي في بلاده وقربهم إليه. كان ملوك أراكان فيما بعد يمثلون أنفسهم باستخدام ألقاب المسلمين لمسؤوليهم العسكريين وموظفي المحاكم، وتأثروا بالثقافة الإسلامية. في عام 1785 قام البورميون البوذيون القادمون من جنوب البلاد بغزو أراكان، وأخرجوا جميع رجال الروهينجا المسلمين الذين استطاعوا العثور عليهم، فيما خرج الآلاف الآخرين الذين استطاعوا أن ينجوا بأنفسهم. واعتبارا من عام 1826 سيطر البريطانيون على أراكان بعد الحرب الأنجلو-بورمية الأولى عام 1824، وشجعوا المزارعين من البنغال على الانتقال إلى منطقة أراكان المهجورة. أثار التدفق المفاجئ للمهاجرين من الهند البريطانية رد فعل قوي من سكان رخين، والذين معظمهم من البوذيين الذين يعيشون في أراكان في ذلك الوقت، وتم بذلك بنجاح زرع بذور التوتر العرقي في المنطقة والتي لا تزال حتى يومنا هذا. لما اندلعت الحرب العالمية الثانية تخلت بريطانيا عن أراكان في مواجهة التوسع الياباني في جنوب شرق آسيا. وبين نهاية الحرب العالمية الثانية وانقلاب الجنرال نيوين عام 1962 دعا الروهينجا إلى دولة روهينجية منفصلة في أراكان، ولكن عندما استولت القوى العسكرية على السلطة في يانغون اتخذت إجراءات صارمة ضد شعب الروهينجا، كما أنكروا الجنسية البورمية لهم وأصبحوا بين يوم وليلة بلا جنسية. منذ ذلك الوقت عاش الروهينجا في ميانمار في طي النسيان، متعرضين لأقصى أنواع التضييق والتهجير والعذاب الجسدي والنفسي.